اجتمع سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه بمبنى وزاره الخارجيه العمانيه في مسقط اليوم مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجيه سلطنه عمان الشقيقه وتم خلال اللقاء بحث علاقات الاخوه والتعاون القائمه بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك في مختلف المجالات ومناقشه ابرز القضايا ذات الاهتمام المشترك